وصلنا لتاني فقراتنا لليوم رح نحكي فيها عن الإسقاط المتكرر للحمل. هو مشكلة بتواجهها معظم النساء لما بيحصل الإسقاط مرتين أو ثلاث مرات أو أحيانا أكثر بشكل متتالي ومتكرر قبل الأسبوع أو فينا نقول قبل الأسبوع 20 من الحمل. وبتكون الأسباب اليوم متنوعة يا رشا. أكيد اليوم ضمن مساحتنا الطبية رح نضوي اليوم على أهم أسباب الإسقاطات المتكررة. اليوم أيضا في أنواع ولكل نوع في سبب، رح نحكي عن الوراثة، عن العمر، عن الأمراض اللي ممكن تسبب الإسقاط عند المرأة، وأيضا اليوم شو هي خطة العلاج، وهل اليوم وقائيا المرأة قادرة أن تبتعد عن موضوع الإسقاطات المتكررة. أسئلة كتير رح نعرف أجوبتها من ضيفنا لليوم وهو الدكتور هيثم عباسي، أخصائي أمراض النساء وجراحتها ومعالجة العقم. سعد صباحك حكيم. صباح الورد والياسمين لكم ولكل المشاهدين. أهلا وسهلا. مساعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا. بداية خلينا نحكي عن الأكيد في أسباب متعددة للإسقاطات المتكررة للحمل، لكن خلينا نحكي عن الأسباب الأكثر شيوعا. في البداية لازم نعرف الإسقاط ووجود حمل ولم يستمر لعشرين أسبوع وينتهي هذا الحمل قبل 20 أسبوع، فيعتبر هذا إسقاطا. الإسقاط له عدة أشكال وعدة محاور. الإسقاط في عنا أسباب أولى هي إذا كان في تشوهات في الرحم، رحم ذو قرنين، رحم أحادي القرن، وجود أورام ليفية في الرحم، وجود بوليبات أورام معلقة ضمن الرحم ضمن البطانة الرحمية، تشوهات خلقية في بطانة الرحم، هذا كلياته بيلعب دور بعدم استقرار أو استمرار الانغراس ضمن الرحم للجنين. هذا النوع الأول وهو النوع التشريحي. بيجي النوع الثاني هو النوع الوراثي اللي ذكرته انه في جزء منه في نوع وراثي. احيانا بيكون تطابق امشاج عند الاب والام، احيانا بيكون باسباب وراثيه طفريه. طبعا هذه الامراض الوراثيه صعب التغلب عليها لانه هي بتاثر تقريبا على نمو الجنين وعدم استقراره، يعني هي ليس لها علاقه بانغراس الجنين او ما شابه ذلك، عدم استمرار نمو الجنين. أكثر شيء بتصيب هي عنا من أسبوع 16-14 وأحيانا بتوصل لأسبوع 27-28 ما بيستمر الحمل، وهي كثير متلازمات صعبة كثير. بيجي عنا الموضوع الثاني من الإسقاطات كبار، بيجي عنا الإسقاطات أسباب التهابية. التهابات البولية التناسلية بتلعب دور كبير كمان بعدم استقرار الحمل واستمرار الحمل والإسقاطات المتكررة. الطور اللي بعده كمان النوع اللي بعده كمان بيكون بيلعب كمان بالإسقاطات هو النوع المناعي. أحيانا بيكون في نوع مناعي بين الأم والجنين لا يسمح باستمرار هذا الجنين ونموه. بيجي الموضوع الثاني هو موضوع السكري والحمل، كمان بيلعب دور كبير بالإسقاطات وعدم استمرارية الحمل حتى الأسبوع 14-15 في إسقاطات مبكرة. عنا النوع الثالث أو الرابع أو الخامس ما بتذكر واحد، هو كمان عنا اضطراب الدرقي، قصور الدرق كمان بيلعب لعبة كبيرة كمان في استمرار الحمل ونمو الجنين. بيجي عنا آخر شيء هو أحيانا ريزوس كونفليكت، وهو التنافر الزمري بين الأم والجنين، ويكون سببه أحد الحمول السابقة. الأم السلبية والأم الإيجابي لم تأخذ الإبر المضادة للأنتي دي في الوقت المناسب. هاي بشكل لمحة سريعة عن أشكال وأنواع الإسقاطات. طيب دكتور، وقت اللي بيكون الصبية عم بتعاني من مشكلة الإسقاطات المتكررة وعم بتزور الطبيب كل ما صار عندها حمل، للأسف عم تفقد هذا الحمل، اليوم في تشخيص من قبل الطبيب، في فحوصات مفروض تساويها لحتى هنون يشخصوا الحالة إنه هي إسقاطات متكررة؟ خلينا نضوي على هي الفكرة. اليوم الصبية شو هو التشخيص اللازم والفحوصات اللازمة؟ طبعا نحن بعد ما نعزل كل التشوهات الخلقية للرحم في عنا الإسقاطات بسبب التورش، يعني هذه إصابة بداء القطة والحصبة الألمانية والستة ميجيليا. طبعا للأسف الشديد بيجينا كتير حالات إنه في عنده إسقاط، وكل مرة بيعملوا له الدكاترة نفس التحاليل هدلونه، ورغم إنه تكررات الإسقاطات لأكثر من مرة هي غير صحيحة بسبب هدلونه، لأنه لون بيعملوا إسقاط لمرة واحدة. فإذا لحنا ظهرت عنا هاي المجموعة التورش لمرة واحدة التحاليل، نعطي أدوية رافعة مناعية ولا يعود التحليل مرة ثانية وثالثة، مكلفة وليس لها جدوى صفي لأن هي تسقط لمرة واحدة. الموضوع الثاني للإسقاطات المتكررة مثل ما حكينا أنه بجوز يكون هو في عنا موضوع ثاني وهو مثل شبه مناعي أو وجود ذؤاب حمامي عند المناعيات عند الأم،
امراض رسويه اللي تؤدي هالشيء. مشان هيك لازم نطلب نحن عن اسقاطات متكرره نطلب مجموعه التخثر عند الام. انتي فوسفوليبيد اي جي جي واي جي ام، انتي كارديوليبيد اي جي جي واي جي ام، يعني هدول العوامل التخثريه اللي بتؤدي علينا الاضطراب وانغماس الجنين وعدم استقرار دموي بين الام والجنين، يؤدي لطرحه خارج جسم الام. فهي بهالحاله هي اذا صار عنا التواجد هذا الموضوع وصار عنا العقم المناعي، فيجب نحن ان ناخذ الادويه احيانا من بدايه الحمل حتى نهايه الحمل. وهم الادويه المكلفه جدا، مشان هيك يجب ان يشخص التشخيص بشكل صحيح ونعزل مثل ما قلت لك الامراض الالتهابيه او الفيروسيه او الجرثوميه عن الامراض المناعيه او الرسوانيه. طيب دكتور، خلينا نحكي ونتوسع اكثر عن الدور اللي بتلعبه العوامل الوراثيه بالاسقاطات المتكرره. طبعا العوامل الوراثيه مثل ما نحن بنعرف في عندنا الاكس والواي، يعني الذكر والانثى، ونحن عندنا 23 صبغه عند الام و23 صبغه عند الاب، في بيناتهم الصبغه الجنسي الاكس او الواي. طبعا كل صبغه تتطابق مع الصبغه المقابل للام والاب، وتكون في عندنا اي اعتلال بالصبغه من احد الطرفين يؤدي الى تشوهات خلقيه في نمو الجنين. سبحان تعالى ويصير تشوهات مطلقه بالجنين، ما بيستمر الحمل بيقذفه الجسم. يعني هذا من حظ الانسان. طبعا في درجات من التشوهات الصبغيه، في تشوهات تكون محدوده، في تشوهات مطلقه حسب الصبغي الموجود عليه الاعاقه الوراثيه. فاذا كانت الاعاقه الوراثيه جزئيه بتصير عندنا الاصابه التشوهيه غير ظاهره لكن موجوده بجسم وحامل لهذا التشوه، او اصابه مرضيه او وفاه الجنين. فمشان هيك احنا يجب تحديد العامل الوراثي. كيف يحدد العامل الوراثي؟ للاسف الشديد كثير بيصير احيانا بتصير اسقاطات بتجينا مرضى انه والله احنا اخذنا الجنين او اخذنا بقايا الجنين للتشريح المرضي. طبعا بالتشريح المرضي لن يجدوا شيء، انه التشريح المرضي يظهر عنا التشوهات الخلقيه النسيجيه لجسم الجنين. هون يجب ان نحلل الدم، نقطه الدم من الجنين تعطيني مباشرة لتحديد نوع الإصابة الوراثية، لأنه نحن إذا ناخذ الدم من الأم ومن الأب ونعمل تحاليل مكلفة جدا، لأنه عندنا أعداد الإصابات الوراثية الموجودة كم هائل، فبتكلف ملايين الليرات وجوز ما نقدر نحصل سبب المرض. فأفضل حل هو لوجاد التشوه الصبغي هو تحليل دم الجنين وراثيا وليس تحليل كيميائي أو مورفولوجي وراثي. هذه هي. طيب دكتور، وقت اللي بتكون الأنثى عندها حالات متكررة من الإسقاطات، اليوم الطبيب بينصح بوجود فترة، يعني فترة بعيدة بين الحمل الأول والثاني؟ هذا السؤال. الشق الثاني أنه اليوم العمر ممكن يكون له دور يعني سلبي بهدول الإسقاطات، يكون سبق أحد الأسباب؟ الأول شيء نحن بعد الإسقاط يفضل من 6 لسنة، من 6 شهور السنة يفضل ما يصير حمل مرة ثانية. يعني هي التكرار بعد 2 و3 و4 هذا غلط، لأنه الجسم لم يخرج من حالته الضاغطة الفيزيولوجيا لجسمه. يعني الجسم ما ارتاح لسه لا هرمونيا ولا دمويا ولا ديناميكيا ولا تشريحيا. فيفضل يكون في راحة من 6 شهور حتى السنة. أي واحد. اثنين، الشق الثاني من السؤال أنه إذا نحن العمر شو بيلعب دور؟ طبعا نحن بنعرف شغلة واحدة، بعد 35 سنة عند المرأة بتتراجع جودة البيوض، يعني بصير عندها جودة البيوض فيها أقل، فبجوز تؤدي لأعطاب وراثية، بجوز تؤدي لتشوهات خلقية، بجوز تؤدي لعدم استمرار النمو. أي واحد. أما الحمولة المبكرة عند كمان بجوز يكون عندها لسعتها عدم كمال النمو لجسمها لأدها. طبعاً شو الحمولة المبكرة؟ يعني بين 12-13-14 مو 18-20، لانه نحن عندنا التوزيع الفيزيولوجي للجسم عند المراه، الحمل الفيزيولوجي الطبيعي من 18-25 سنة، من 25 حتى ال 35 سنه اسمه حمول خروس هرمي، بعد ال 35 طالع اسمه حمول عاليه الخطوره. فالتقسيمات هي لازم ياخذ فيها بالاعتبار بالطب لحتى يتعامل مع المريضه ويحطها ضمن تصنيف معين. طيب دكتور، في حال المرأة صار عندها إسقاط متكرر وبعدها بفترة حتى لو كانت طويلة يمكن صار عندها هذا الحمل، كيف هي ممكن تقلل مخاطر هذا الإسقاط؟ هلا لتقليل مخاطر الإسقاط، أول شيء بعد ما يتحدد إنه صار في عندنا حمل يجب استعمال الأدوية المناسبة لاستمرار نمو هذا الجنين. واحد، أول شيء استعمال الفيتامينات المتممة الغذائية للجنين والأم. اثنين،
استعمال الأدوية المناسبة لإرخاء الرحم، يعني الرحم يجب أن يكون مستقرة وليس متقبضة. ثلاثة، إذا كانت الإمرأة تعمل وجهد فيزيائي كبير فيجب أن يكون في تحديد من هذا الجهد الفيزيائي بساعات العمل وعطاء فترة راحة. أربعة، الناحية الغذائية للأم. يعني للأسف الشديد كثير بيلعب دور، يعني نحن في شغلة بس نعرفها، وقت بيصير تراجع عندها بالخضابة للأم ويتراجع حجم كرية هذا بيؤهل للإسقاطات عند الأم. فمعناتها الغذاء ضروري، يعني ما بصير أنا مثلا بكتب مثلا بالوصفة مثلا بروتين ما بروتين تقول لي أنا ما باكل بروتين ما باكل، هذا غلط. ثاني شيء، في بعض الأطعمة التي تساعد على زيادة الحركة القلوصية للرحم، منها البقدونس، الزنجبيل، القرفة، الزهورات، البهارات المشكلة، هي تؤدي إلى زيادة تقبضات الرحم. هلا نحن عم ناخذ نحن اتقاء وما عم ناخذ أدوية، يعني هالأمور هي كلها إذا ضبطناها بكون ساعدنا نحن عملية فيزيولوجية الجسم إنه ما يصير شيء. هلا بالأدوية، الأدوية تستعمل فقط عند الحاجة إذا في عنا تهديد فعلا بالإسقاط أو مخاض مبكر. يعني نحن نعطي بشكل عشوائي أدوية للتثبيت من بداية الحمل لنهاية الحمل، هذا خطأ. الحقيقة اليوم موضوع جدا مهم دكتور، وفي نسبة كثير من النساء عم بيعانوا منه، بدنا هيك نتمنى لهم السلامة والله يكتب لهم الخير والرزق بهذا الحمل. شكرا دكتور لحضورك اليوم، وهيك بنتمنى لك يوم حلو، أهلا وسهلا بحضرتك. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم، وإن شاء الله بتستمروا بهالنجاحات من أفضل لأفضل. شكرا يا رب، شكرا لك دكتور، نورتنا.